السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم حبيت أقدم لكم كليتشة عراقية، كليتشة التمر أو المعمول، معمول العيد. بالنسبة للمواد، هنا عندنا 4 أكواب طحين، عندنا هنا هذا التمر، أستخدم هذا التمر، رشة هيل، 3 ملاعق شكر، هنا عندنا نص كوب حليب، هنا 1/4 كوب زيت، هنا 1/4 كوب خمرة. هذا بالنسبة محلب، محلب هو خاص للمعجنات، وأريد أراويكم صورته، موجود محلب مطحون، موجود هو يعني بالأسواق العربية، أو في من عنده حبوب وأكو من عنده مطحون. هنا عندنا 2 أصابع زبدة، كل أصبع نص كوب، فهنا راح يتكون عندنا كوب زبدة. درجة حرارة الغرفة مو جامد، أحسن من ما نذوبه بالمايكرويف. نبدي نخلط المواد إن شاء الله، نبدي إن شاء الله بخلط المواد. بالبداية نضيف الطحين، نضيف هنا أنا رشة الهيل، 3 ملاعق شكر، هنا 1/4 كوب محلب، وهذه 1/4 كوب خميرة. نبدأ بخلط المواد الجافة. احنا بدينا نضيف المواد المتبقية. ضفنا الزبد، هنا عندنا 1/4 كوب زيت، هنا 1/2 كوب حليب سائل، بالنسبة للحليب السائل 1/2 كوب هو قابل للزيادة حسب نوعية الطحين. تقريبا خبزت العجينة، يكون قوامها بهذا الشكل. أخذت من عندي بصراحة 1 كوب حليب كامل حسب نوعية الطحين. نخليها ترتاح على جنب إن شاء الله، وبهذه الفترة راح نحضر حشوة التمر. إحنا راح نبدي نذوب قليل من الزبدة، نضيف التمر. أستعمل هاني هذا التمر، يعني جربت أكثر من مرة، التمر المعجون يطلع شوية بيه حامض يعني حموضة، فهذا أفضل طريقة، ما راح يطول وياكم. ينهر بسرعة على نار هادئة، نقلب فيه. هنا عندنا قليل من الدبس، يعني تقريبا 2 ملاعق كبار، هاي نضيفهم نهاية بالنهاية يعني. نضيف رشة هيل، هيجي أصبح عندنا التمر هاي بهاي الطريقة. حاليا العجينة أصبحت عندنا جاهزة ومرتاحة،
بعد ما تركناها فترة ترتاح. احنا طبعا بثنا الخمرة مو بالضرورة انه تختمر، لان احنا يعني ضايفين كمية قليلة من الخمرة، بس ان شاء الله راح نشكل الشكل النهائي ونحشيها بالتمر. هنا فتحنا العجينة على شكل مستطيل، نبدأ نسوي التمر على شكل اسطوانة. هاي الطريقة نبدأ نلف هذا الطريقة، نلفها مرة ثانية حتى نتأكد تنغلق على التمر. هاي الحالة بس نحركها بهاي الطريقة نضمن انه هي انقفلت العجينة على التمر. حاليا نقطع الشكل هذا الشكل، ناخذ الزايد بهذا الشكل. هذه الحالة واحنا نشكل شكل الكليتشة ان شاء الله نلفها بالتمر. احنا نكون فاتحين الفرن ان شاء الله على درجة حرارة 350 فهرنهايت. هنا انتهينا من تشكيل الكليتشة بهذا الشكل، لفيناها بالتمر. هسه عندنا بياض البيض، شوية حليب وفانيلا نخليه على الوجه لأجل اللمعة يعني. نمشي على كل حب من الكليتشة. هذا الشكل النهائي، إن شاء الله تعجبكم الكليتشة. طبعا ملاحظة بالنسبة للملح، أنا ما حطيت ملح لأن الزبدة عندي مملحة، فهو من المفترض تحطون رشة ملح بسيطة اللي تكسر حلاوة التمر والشكر المضاف. فلا تنسون هاي الفقرة. هاي بالعافية، إن شاء الله تعجبكم الوصفة.